كما أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الخليجي أن المنطقة تتعرض للتطرف والإرهاب، وأن النظام الإيراني لا يزال يواصل التدخل في شؤون الدول الأخرى. إن منطقتنا تمر بتحديات وتهديدات لا تخفى عليكم، ولا زال القوى المتطرفة والإرهابية تهدد أمننا الخليجي والعربي المشترك، ولا يزال النظام الإيراني يواصل سياستنا الإدارية في رعاية تلك القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهذا يتطلبنا جميعاً الحفاظ على مكتسبات دولنا والعمل مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والإصرار على ضرورة تحقيق الضمانات الكاملة والكافية تجاه برنامج إيران النووي وبرنامج التطوير الصواريخ الباليستية.